أول شيء مرحبا. أهلين، هلا والله. أنوار اليوسف عدل. اليوسف. أنوار اليوسف، خريجة جامعة الكويت. صحيح. عندك ماستر ديجري من ماستر Electrical Engineering KU وماسترخت MBA. حلو. شنو علاقة ال engineering في أن تصيرين watch collector؟ هو as it goes إن I'm collecting watches, that's a passion. It has nothing to do with it. بس إن يمكن ناحية ال إن because I have an eye for mechanicals. Movement and coming from an engineering background and that appeals to me. إنزين عادي، ممكن تحبين السيارات. صح. ممكن تحبين bicycles. صحيح. في وايد أشياء لها علاقة في الميكانيكال إنجينيرينج أو في الإلكتريكال إنجينيرينج. I'm sorry. بس أنا قصدي إن أنت your background is completely خلينا نقول your academia life has nothing to do with watches, with jewelry, with مش عارف إيش. Absolutely right. بس I'm think maybe being a female. That helped أن أنت تحبين أصلاً وأنت صغيرة يعني. Exactly. Jewelry وشوهلك. صغري هو بدأت السالفة أن من صغري I love jewelry and especially like bejeweled watches. It started this way. What do you want for your birthday? A watch. حلو. Blingy watch. حلو. What do you want for graduation? للنجاح للامتياز. What do you want? I want a watch. حلو. And it has to be unique. It has to look a certain way. It has to be sparkly. هذا من زغري يعني. حلو. فI think it like grew up with me. يعني هي كذي صارت السالفة. أنت you love watches خلينا نقول. فبلشت تصير كذي. شنو أول ساعة تتذكرين اشتريتيها؟ أو مو اشتريتيها؟ يعني أول ساعة that meant something to you. خلينا نقول حتى لو كانت gift مثلاً من والدين. It had to be a Dior watch. لأن من زغري I'm like a Dior client. لأن ماما كذي. يعني من زغري إن من فتشيت عيني على الدنيا ماما تحب Dior. فيعني على طول مع أمي إن Dior. ف I don't exactly remember, but it has to be a Dior watch. إنزين. طبعاً المشاهد يمكن إحنا في المقدمة ما تكلمنا عنك، أنت one of the biggest watch collectors. خلقول not the biggest please. To be honest بصراحة من اللي أنا شفته yes you're considered one of the يعني خلقول amongst the collectors اللي بالكويت. I'm humble for your opinion but I'm not even close to this. حلو جميل. شخص نفسك معظم اللي يعني I used to be خلينا نقول ما راح I'm not gonna call myself a watch collector بس I used to have يعني وايد ساعات. I have this passion and yeah, صارت لي موضوع yes. الجنون شوية yes the obsession. اي بس الحمد لله يوم الأيام اللي أنا كنت فيها أحب الساعات واشتري ساعات كانت الأسعار يعني استيل غالية لكن كانت مثلا خلينا نقول الجوبلي ال 42 دي ديت ب 12000 ونص من الوكالة فول جولد وروز جولد أنا شاريها true that was like maybe 10 years ago أي. الحين نفس الساعة ب30000 دينار ومستعملة إيه فأنا يمكن أشتري ساعات كانت يعني غالية لكن في ستيل تقدر مثلا تجمع فلوسها صح. توفر شوية تشتري ساعة كل سنة مثلا أنا كل سنة أشتري ساعة أو ساعتين أوكي فأندر أب عندي يعني إيه عندي ساعات يعني أنا شريت الباتيك ب6800 دينار ربل هذا يعني ولا في الحلم الحين لا انا بعتها كورونا على صديق 9000 واي ثوت انه واو ام ميكينج ماني بعدين اكتشفت ان ساعه سوالها شيء 20 وهي ب 6800 دينار هذا انا يا yeah. انت يوم بلشت تشترين هالساعات اللي طبعا مو رخيصه يعني كان فتره الغلا ولا قبل بعد لا فتره الغلا يعني انا من احدث الاجيال حلو كولكتريز او كولكتريه يعني بالكويتي لا بديت فيها بالغلا يعني ما اقدر اقول مو بديت يعني سبيسيفيكلي بالكورونا لا I always bought what spoke to me حلو جميل يعني I never like التزمت بالهبة أو الترند everybody wants PPs everybody wants APs everybody wants a Daytona لا أنا ما كان الوضع كذي I always buy what speaks to me okay great حلو فحتى لو ما كان الترند ففي أشياء أنا شريتها مثلا تكون مو بما أنها مو ترند في ناس أصلا ما كانوا يعرفونها
ويضحكون عليه لما تشترين شلون تشترين شيء بالمبلغ الفلاني إن اشتري البراند. شنو أنوار شنو تقصدين بالمبلغ الفلاني يعني؟ give me a number. يعني مثلا لما أحد يقول مثلا ليش شارية مثلا مثلا إن مبلغ 10,000 على براند كذا ما أبي أذكر أسامي. حلو إيه. ليش ما تحطينها في رولكس؟ ليش حلو. تحطينها إن هذه هي العقلية. إيه. و eventually as we speak I will like dwell on this. إنزين حلو. طيب الحين مثلا خلينا نقول 10,000 20,000 المبالغ خلينا نقول هذه طبعا مو مبالغ صغيرة مبالغ كبيرة. إيه. أعتقد من المنطقي جدا إن أنتي لما تبلشين تشترين ساعة واثنين وثلاثة تبلشين تفكرين إن الفاليو مالت الساعة هذه إيه. بعد سنة سنتين. Yes. هل الفاليو مالتها راح تحافظ ولا ديبريشيت؟ هل بلشت تفكرين شيء ولا لا بس you collect whatever you like وخلاص؟ اي بالضبط. يعني في الwatch community في like different approaches على اللي انت قلتها business point of view. ناس تشتري وتبيع business, في ناس collecting for the obsession itself. اوكي great. في ناس لا والله it's like a legacy, I'm gonna buy what brings me money. حلو. انزين on the long run. حلو. ان هذيل الجماعه هذيل اللي يخلون البيسز sleeping in the bank يعني. حلو. يعني. ايه. وفي for me I buy what speaks to me, قلت لك what I love, what makes me happy. حلو. The end game for me is being happy. حلو جميل. With the peace. حلو. يعني اللي something that I can reflect on, something يعني لما أحطها on my I always say يعني that's like my quote دائما أحطها حتى في البلوغ إن he or she is resting on my wrist. hey. And then إن it has to make me happy and it has to speak to me from the inside. حلو شوفك إحنا البرنامج هذا خلينا نقول اللي ميزة عن غيره من البرامج إن إحنا مو خلينا نقول متقيدين في قوانين معينة. إيه؟ علشان كذي وكولد القنفة. صح. فإحنا الحين قاعدين بنسولف قاعدة القنفة. فأنت الحين قاعد تقولي لي أنوار حطتها على إيدي and she speaks to me. إي والله. في ناس ترى الحين ممكن تشوف الشو هذا لما ينزل إن شو اللي speaks to me ساعة ترى. At the end of the time يعني أنا سمعت مقولة people buy watches to save time. يعني مثلا ابي اقعد مبكر عشان اروح الدوام ابي مش عارف ايش كذي ذاتس هاو ستارتد. الحين يقولون people buy watches to waste time. ما عندي شغل بروح اسوي شوبينج اروح اشتري ساعه. صح. انا هذا منطق. True. طبعا هذا منطق ولازم احنا نحترمه بس يعتمد على where are you standing. فانا قاعد اقول لك الحين اشتري اليوم ساعه بدينارين تشتغل 10 سنوات اكثروني يعني على حال اللي بمليون. اكزاكتلي من المنطق اللي هو to save time عشان اعرف الساعه كم وكل شيء. لكن luxury خلينا نقول being a female for an example اكثر yeah. مع ان الحين الشباب خلاص صاروا بلينج بلينج للصبح. اي وايد خلينا نقول كبنيه وتحب المجوهرات وكذي وهذا which is completely your right to do. At the end of the day فلوسك. When you say speaks to me في ناس قاعده طالع الحين speaks شنو اللي speaks to me يعني شنو لابسه انت الحين مثلا؟ This piece spoke to me very well actually. حلو جميل. حلو. يعني that's the perfect example. A Jacob and Co. حلو. لحظة حبة. كم yeah. قيمتها؟ طبعا أنت من جي سي يعني. والله I don't remember. I paid in dirham, but hey. I don't really remember. فوق 10,000؟ حروتها لا مو. حلو يعني خلينا نقول 10,000 دينار. إيه. Hey. فساعة 10,000 دينار تكلمت معك. الله يخليك خذيني لا تخليني بال. Yes. حلو جميل. فأنا الحين أبي بس أقنع. المشاهد اللي مو فاهم المنطق هذا. yes. ليش شخص يعني أنا مثلاً والدي الله يرحمه مرة بدلت ساعة شو ما يذكر كان عندي رينج روفر. أوكي. رحت الديوانية بالرينج رديت بالساعة هو مو قادر الله يرحمه يفهم المنطق النساء سيارة أربع تواير ما أدري شنو هذه ساعة شلون كذي فأنا أفهم. Exactly. بس في ناس ما تفهم. Can you put this in خلينا نقول شوية sentences بسيطة إن الناس تفهم شنو هذه ساعة وليش قيمتها غالية. It happens to me ترى by the way مع أهلي. I'm sure. Understand the whole point is obsession. What are you obsessed with in life? حلو.
ماني مستخدمة كلمة passion because it became more of a cliche. حلو. Passion is losing its meaning to be حلو. honest, so I'm not going to use that. It's what are you obsessed with in life? What speaks to you? يعني على قولتك أنت في بداية الحلقة قلت في ناس إن السيارة لا تصعد ولا تنزل عندهم. It's life. السيارات والكولكشن سيارات والأوتوموبيلز وما أدري أشياء اللي هي تصير. ويصرفون فلوس كبيرة عليهم طبعًا. شخصياً I don't يعني I can comprehend the concept because it's coming from an obsession. إن if it makes you happy. فهل يقول لما when the watch speaks to me حالها حال أي شيء يسعدك. حلو يعني I can say that about ما خلينا نقول أدش أشوف كرفته. Exactly. قميص. ترى في ناس حتى يمكن أكل يعني. أي صح. الأكل كذي وإنه كوزين معين. صح. لا لا إنه makes them happy. عشان نحطها في simpler words مثلا نفس يعني مجتمع البنات لما يدشون سوق الذهب. حلو. يغيبون على الذهب خصوصا مثلا اللي متابعين هبات الذهب التقليدي المخمسة والمعشرة والنيرات والهذا انه يعني تقعد من اليوم لباكر ولا تتعب. حلو. يعني جميل. من محل لمحل ف it's the same here. انزين الحين انا اللي فهمته منك خلال حوارنا المسبق ان انت بلشت تدشين كلوبز True. بتسافرين. True. تبين تروحين تتعرفين على الأونرز. صح. إكسبو الفلاني في فرنسا في جنيف. فالموضوع yes. بلش يكبر يعني شوي. حلو جميل. قولي لي على الكلابز اللي انت فيها. أنا أدري انت في دبي. Girls Club شيء كذي. دبي Watch Club Girls. حلو. دوحة Ladies Club Watch Club. ايه. The Collectors Club Dubai or the big reveal اللي انتو لكم لسكوب الحين ان yesterday I founded the very first Kuwait Ladies Watch Club. Oh nice, مبروك. Yes, Allah congratulations. Wow, that's good. Thank you. بس ليش كل ladies ladies ladies؟ اها انت قلت ليش ladies؟ ايه وهذا by the way لما ادش الحين ان شاء الله على الاكونت that I established just yesterday راح تشوف clearly stated in the bio انا مثل taking it like a personal task شايلتها على نفسي aspiring to educate about watches and watchmaking في ladies community لأن تذكر أول شيء ذكرنا بداية الحلقة إن ladies go by what's trending yeah. والمتعارف عليه جيل بعد جيل اللي هو certain brands state them إنزين وشنو اللي أمي وأبوي وأخوي يلبسونه نلبس نفسه فيعني حتى المنتاليتي إن في يمكن هما ثلاث براندز وبس. I agree. إنزين. Yes. بس أنا بالنسبة لي نتحكى عن إن نختزل العالم في الwatch world نتحكى عن الwatch world. Watch world is all about choices. الحياة خيارات. حلو. خصوصاً في عالم الساعات. إحنا وصلنا يعني مو معقول وصلنا 2023 ولين الحين نتحكى بس عن 3-4-5 brands. إن كنا الدنيا كلها. إيه mostly فعلاً. إيه. إنزين الشباب وايد يسبقونا. تثقفوا وتعلموا قروا اطلعوا على especially مثلا وصلنا الحين ان ال independent watchmakers they're just insane a whole different domain on their own صح. مو معقول ان واو يعني في complications and movements like mind blowing وللحين احنا نتحكى عن هال 3-4 brands حلو إن فهلي كلمة مثلا أتحكى أو أسولف مع رفيجاتي my cousins البنات يعني نقعد إن أسولف لهم عن جايكوب أسولف لهم عن سبيك مارين أسولف لهم عن مثلا كونستانتين شيكن هالبرانز they can't relate إن أنت مصدج يعني هل أقول يعني بالكويت الفصيح إن هالخربوطة هذه بنفس سعر الرولة؟ إيه صح أغلى بعد. You can't comprehend even the concept is إنه مصد يعني إنه يعني بالنسبة لهم إنه I'm insane. طيب you mentioned الحين دام من الجندر
في انا I don't know watchmakers females. في owners او خلينا نقول في في مثلا انا اعرف شخصيا عندك the owner of Gromfield if I'm not wrong. She's a lady. في وايد بس كل البراندات الكبيرة يعني it's main concept. Let's be honest. يعني رولكس will always be رولكس. طبعا رولكس انا دائما اقول رولكس is queen. اي لانه for a reason يعني. طبعا اي عرفتي او king خلينا نقول بدال الكوين. I'm just kidding. انا قصدي انه it's mostly a male dominant society. Yes. The watchmakers. من قبل. طبعا انا مو ضد ان انت مسويه انا بس حبيت اعرف ليش وبالعكس اي بود very interesting by the way a piece of information I think most people don't know of. شنو wrist watches في بدايه ال if I'm not mistaken like in the 1800s like late 1800s was first invented for ladies not صح لان الرجال كانوا يحطون هاي الباكت واتش even the concept True. Of a wrist watch was invented for ladies that's so, yeah, you know this but we like we don't know it يعني nobody brings it up okay it's like an unspoken truth هذا يعني وانا I know ان يمكن حتى وايد ناس في الwatch communities all around the world don't know this piece of information okay. انزين الجنس ظلوا يشيلون الباكت واتشز لل early 1900s okay. انزين ف يعني if we go back to basics and origins a wrist watch is a her okay yeah but, well you know reality is reality Yep. That's the truth. إنزين شغلة ثانية أنت كنتي توك جاية من معرض. True. عشان كذي أجلنا التصوير. إيه. سولفي لي على لأن يوم سولفت لما قمت جاية ما تدري شنو صار. Yeah, the journey was يعني the least to be said أقل شيء ممكن أوصف إنه يعني mind blowing. Okay. قعدت مع watchmakers وكله صار كذي صدفة. حلو. يعني it wasn't even planned so it's like oh my god it was meant to be حلو قعدت مع watchmakers قعدت مع يعني I can even say in one of the people that I sat with was an horological encyclopedia wow the least to be said منو Mr. Norbert من watches of Switzerland يعني أصلا الصدف شلون And that's what's really interesting about the watch world. You never know what's going to happen tomorrow. You never know what's going to happen. ما تدري شو راح تتعلم بعد شوي. Life is yes. chocolate. Thanks. Okay. You never know what you're going to get. وهذا اللي خلاني يعني في البداية أول ما بديت البلوغ بديت كله high jewelry and high end watches. بعدين انقلبت صارت إن high end watches بعدين. High jewelry. للحين وصلت مرحلة إن it's only high end watches. لأن في ال في ال في الwatches بشكل عام كل يوم في شيء جديد. حلو. ومهما تتعلم وتقرأ وتتثقف وتبحث وتدرس وتقابل ناس وتقعد مع watchmakers, even a watchmaker doesn't know it all. It's يعني. Then it's never, they're very specific. A never ending source of yes. of. يعني technology and wowness yes yeah I agree okay طيب سولفي لي عن الرحلة هذه let's go back to it شنو الخلاصة يعني شنو طلعتي فيه نقدر نقول إن I had in mind that since I'm in London chances are يعني much greater than في الكويت أو GCC بشكل عام إن أنا راح أشوف pieces يعني في pieces انا حاطه في بالي I want to view those pieces شنو حاطه في بالي ان I will do whatever it takes to see as many Jacob dedicated fan really ان I want to see as many Jacobs
جايكوب اند كو واتشز از اي كان. حلو. لان دائما هذول ما يكونوا متوفرين في الخليج، يعني حتى في زياره الاخيره لدبي البوتيك ما كان اوبن، فالتشانس صارت ان ليتس دو ات، ان اي مكان في واتشز ام غانا جو ان اند اسك ذم فور ا بيس يونيك، ام غانا اسك ذم فور وان اوف وانز، ابي يطلعوا لي كل اللي في الفولز او ان ريفيو ايفرثينج. سو دشيت اكثر من بوتيك، يعني تو كات ات شورت، ان do you have the MBF flying tea? I do. I reviewed. I put it on and I shed some tears. Did the whole thing. لا من صدق انت غشمرين. You should have seen. You should follow me and see. Because okay. I put everything like, and by the way, I don't filter my feelings. لا I know, بس أنا قصدي do you really feel this way? يعني هل فعلا ما تشوفين ساعة ما في one of one? I will shed some tears. I will do it for a piece unique. For a piece unique, I will shed some tears gladly, willingly. So, لأن حتى this was an MBNF piece في دبي هم ما حصلتها. فشفتها منك. I put it on. وسويت الريفيو، قعدت مع السيلز اسيستنت and she walked me through the manufacturing process and كم سعرها؟ It's a marvel. It is a marvel. 70 something thousand pounds. Wow. You're talking about good chunk of money. Yeah. And then بعدين شنو تقصدين it's a marvel؟ I don't know how you have to feel what I feel. Okay. بس إن يعني أحاول أوضح الصورة. المانيفاكتشرينج نفسه، ال complications، التعقيدات اللي فيها، الموفمنت، لما تكون ساعة بهالتعقيد هذه وتكون كلها مثلا skeletonized ولا open worked، إن مفتوحة يعني. مشاهد يشوف يفهمني إن تكون إن كل الموفمنتس مكشوفة. حلو. من وراء الكيس بعدين إن كل شيء مكشوف، إن حتى الواتش ميكرز يكونون يعني عندهم اهتمام مو إنه بس الساعة تشتغل عدل، إن حتى الموفمنتس what used to be hidden has to be beautiful. و has to be set in a certain way. Sometimes we add jewels just to show some expertise and. شوف ساعة فعلش يحطون في الجيرز جولز. Yeah. إيه لا ال jewels the rubies that you see في ماكينة الساعة هذا جزء من ال technicality إن it has to work a certain way. إذا بقعد أشرح لك إياها بقعد 3-4 أيام. هذا جميل. بس إن لما تشوف روبيز no it is part من الماكينة okay. لكن sometimes نفس جايكوب لأن يحط jewels just because he can okay إنزين flexing muscles exactly يعني مرة شايف مقابلة مع الـ IWC regional manager كنت قاعدة أسولف معه إن why do watchmakers do all this elaborate work ما رح يأثر على functionality الساعة، الساعة رح تشتغل في وبليها، بس إن why do we do it because we can okay إنزين فهذا this is the beauty of watchmaking yeah. okay. you don't do things because it's necessary you can live without it بس إن because you can yeah. زين just to showcase your craftsmanship. حلو. عندي سؤال. تفضل. سؤال جدا جدا أبي أعرف جوابه. أنا عمري 50 سنة. I loved watches من فترة طويلة من زمان. يعني خلينا نقول بلشت أشتري لمدة 15 سنة. أوكي. بعدين هبيت بالسيارات وقفت. صح اي. I couldn't afford both بصراحة. فكنت لازم أقرر يا هذا يا هذا. تبيهم. لأن كلهم غاليين. صح. فوصلت مرحلة أشتري ساعة ب30,000 35,000 بس that's it. أكثر من كذي ما عمري شريت. ليش؟ أصلاً ما كنت أشوف ساعات خلينا نقول بالكويت أو بالأماكن خلينا نقول بألي وغيره اللي كنت أروح أشتري منها بأغلى من كذي. لأن كانت البتيك الغالية 25,000 اللي في الجولد. Yes. ف... I sense where you're getting. أي فأنا سنة سنتين ثلاثة الديتونة أول ما نزلت الديتونة أذكر الجلد أنا أحب الجلد وايد اللي هي الشوكليت سيراميك
8000 من 9000 دينار شريتها جديدة. أي. فبطلنا الساعات، بلشنا نلعب بالسيارات ونستانس شباب وشي ونشتري سيارات. صار كورونا أو قبل كورونا بلشت الموضوع المزادات تغير، بلش موضوع الأسعار الجنونية. صح. طيب this is not precedented، ما صار نفسه قبل. إيه. حبة حبة أعطيني خليني أشرح لك شنو اللي بقول. يلا. يعني لو مثلا خلينا نقول أسعار برميل النفط صعد نزل صعد نزل. أوكي. في يعني في إيفنت صارت. صح. إنه صعد إنه نزل إنه صعد إنه نزل. إيه. بس لو اليوم أقول لك برميل النفط صار $500. That's unprecedented. ما صار من قبل هالكلام هذا كله. ولو تقعدين to think وتحللين اللوجيك behind إن ساعة بخمس آلاف تصير بثلاثين. You're thinking about logic and there's no logic to it. Well, أنا الحين هذا أبي رأيك أنتي لأن أنتي أكثر مني راح تعرفين في هالمجال هذا. ما راح أعرف، ترى حالي حال أي أحد. ما أعتقد. Work in progress, by the way. Anyway. I know it's أبد. أنا ما أبي أقول، أنا أبي أخذ رأيك. Okay. أبي أخذ رأيك كخلنا نقول من ال one of the experts that at least for me يعني. Don't call me an expert. Okay، شخص collector يهم الواتشز يروح يسافر عشان. Educating still. حلو، شخص يعني عنده ال نقول yeah. الحب أو الباشن، فراح تعرفين أكثر مني. وكلمت أنا ناس هني عندهم محلات كذي صور، فوايد ناس قالوا لي إن this is a bubble created by people and this bubble is gonna blow at some point. مستحيل تستمر. True. So if you want to buy some watches, just hold on a minute. انطر شوية، سنة سنتين يمكن تطول. من تخف البابل راح يرجع كل شيء نفس ما كان. يرجع exactly نفس ما كان؟ No, that's highly improbable. بس إن there is a rectifying move definitely. The bubble has burst. Past tense. أنت تقولين مستحيل، صح؟ ساعة بالوكالة بسبعة آلاف دينار أروح أشتريها بعشرين، ليش؟ لا هو راح، هل الوكالة ما قاعد تطلعها عمدا علشان تنباع بعشرين برا؟ تبي تمشكلنا عاد الحين؟ أنا ما أبي مشكلتك، أنا أبي بس أبي أفهم شوية يعني. حدث مو حلال أقول لك شيء، إحنا في عالم يعيش على مقولة تقول making sense doesn't make any sense anymore. فأنا بس أبي شوي أفهم إن ليش ساعة بخمسة صارت بعشرين؟ لأنها رير، صح؟ وايد أسباب، لأنها رير. أوكي. خلينا نقول ماكو. أوكي. demand وعلى قولتهم شو اسمه supply and demand. إنزين طيب الحين هذا supply and demand لمتى راح يستمر؟ إيش دعوة؟ إنزين ما صار يعني 50 سنة طافت ما صار هذا من قبل. ما صار. بس ترى it's a combination of reasons. بصراحة وايد أسباب، ما نقدر نختزل الموضوع بسبب سببين وثلاث. في أسباب واقعية من الحياة، في أسباب مفتعلة، وفي أسباب تختلف من مكان لآخر. يعني مثلاً أنت قلت إن الكورونا فعلاً shut down factories، موتت وايد watch makers، وهذا واحد من الأشياء اللي قعدت مع مستر نوربرت وكان هو وايد حزين عليها، إنه he lost many great watchmaker fellows إن بالكورونا. فهذيل الناس ما يتعوضون. من الآخر يعني إن في منهم إن واصلين مرحلة إن ماسترز يعني إنسين إنزين. فهذا this has a cost إن some of the best watchmakers in the world do not exist anymore. فهذا يعني يضغط على الناس الثانين أو على المانيفاكتورز إن يعلمون ناس ثانين. فبدال لا عندك مثلاً عشوائي مثال عندك 1000 واتش ميكر نقول صاروا 700 800، يبقى 500 خمس تا لا عاد حلو. انا الحين بس علشان إيه؟ نعيش جو القنفه على قولتهم إيه؟ بقاطعك شوي قاطع إيه؟ الحين انت صاروا 500 معناتها المانيفاكتشر راح يزيد 20% 30% إيه؟ مو 300% إيه؟ انا ما قاعد اتكلم على زياده يعني مثلا واحد من البراندز مثلا فان كليف، وهذا الحين أنا بقولش أنا مو واحد ثاني. خلال كذا سنة اشتريت نفس البرودكت من فان كليف حق أهلي بالبيت يعني. أوكي. بنتي زوجتي كذي اشتريتها 3 مرات بثلاث أسعار مختلفة. 980 وايد صارت. هذه اللي 5 حلقات هذه إيش اسمها؟ ايه؟ أنا شريتها 980 بعدين شريتها 1000 وشوي الحين 1500 دينار. صح. حلو الكلام. في براند زادوا 4 مرات في السنة الواحدة. I understand all of this إن من 1000 ل 1500 بس مو من 1000 ل 5000.
أنا هذا الجزء اللي بتشرحي لي، الجزء اللي أنت تكلمتي فيه على عيني وراسي، we all understand it. ما أعتقد أي حد اليوم بالشارع لو قاعد أكلمه وأقول له المنطق behind it ما راح يقول لي هالقصة الحزينة إن في ناس ماتت وفي ناس وزادوا 30%. قعدت مع اللي حزين نفسه ومشي. هذا خلصنا. أبي اللي زاد 500%. لا على قولتك if you're trying to make sense out of it you're getting nowhere. قاعد تشوفين المزادات؟ قاعد تشوفين الصياح والدنيا وال. By the way شفت المزادات يعني. I don't want to talk ill of anybody بس إن هالمزادات هذه إذا مو منتهية فهي تقريبا on the way إن تنتهي. أنا متابع انزلت الأسعار. نزلت وقلت وايد ناس طلعوا out of business أصلا خلاص يعني المزادات. ليش؟ لأن الحين مثلا أعطيك معلومة ما أخذتها من مصادرها الموثوقة إن by March you don't need to wait anymore. يعني شفت هذا الويت اللي سنين طويل. You're getting your pieces يعني in a couple of months, six months, within a year راح تحصل ابتداء من مارتش. وهذا كلام ناس أصحاب براندز يعني. جميل، هذا خبر سعيد بصراحة، خبر جدا سعيد. أنا شخصيا كنت رايحة وأنا أصلا عميلة فيها البراند وعندي بروفايل، قال لي انسى أحط الحين اسمك على القطعة اللي أنت قاعد تطلبينها. انسي، ما قلت له عندي بروفايل ويايت له بعد موسطة يعني وكتر أم بلوغر يعني ما شاء الله عليه. قال لي ولا حقه ولا حقك اللي أنت طالبتها هذا يعني مستحيل. يعني you're reaching for the stars. تعالي لي مارتش. قلت له شنو بيصير؟ قال كل هالبابل وهذا تكون انتهت لأن البابل has burst. إنزين الحين إحنا بس إن في مرحلة إن going back to normal but the normal that we're used to won't be the new normal. We'll have a new normal. شوية يعني أعلى ولها بس إن أفضل. على قولتك اللي بسبعة صارت بعشرين ما رح ترد بسبعة. ثمانية. I'm highly improbable. يعني مو لهالدرجة ما راح تكون بعشرين راح تنزل. أوكي. بس the thing is إنها راح تحصلها. أوكي. هي بعشرين ما تحصلها مثلاً. أي. على المثال اللي حضرتك ضربته. بس بالنهاية إذا تبي تمنطق سالفة الأسعار وايد فيها مالها جري ماركت، في اللي متنفعين من الجري ماركت stays alive، في ان زين يعني حتى بعض مو الكل بعض البيج نيمز بيج براندز مستفيده انه يظل الهايب طبعًا عليها. طبعا انزين هو الكل مستفيد انه يظل هايب بس في بعضهم كين. انت في محلات بالكويت في محلات بالكويت يعني بغض النظر عن دبي وكذي الفترة اللي طافت أنا بعيني شايف. إيه. دش المحل ما فيه ولا ساعة. مو دش المحل كل المحلات دشها ما فيها ساعة. يعني أنا قاعد أقول حق الموظف قاعد أضحك فيها أصلاً أنا زوجتي قلت له أنتوا ليش قاعدين أصلاً ما نفهم. إيه. أنت لا تأخذ أوردر ولا في عندك ساعة تبيعها أنت ليش مداوم؟ شو لازم نفتح المحل؟ والله صدقني حتى توه وتوه بعد الحين يعني ديسمبر في لندن display only كل شيء display only. كل شيء ديسبلاي لما تروح certain names display only.